السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دولة علي، الاختصاصية الاجتماعية في مدرسة الوحدة الخاصة التي تهدف بشكل أساسي التعليم الإبداعي والابتكاري للطلبة. ودوري بشكل عام مساعدة الطلبة في كافة النواحي ليستطيعوا التكيف والتأقلم مع البيئة المدرسية والبيئة المجتمعية المحيطة بهم. من الناحية التعليمية نعمل على تحسين أداء الطلبة وتحفيزهم على التفوق، ونسعى دائما لبناء علاقة ود واحترام مع الطلبة لكسب ثقتهم في العاملين بالمدرسة حتى نتمكن من معرفة كل ما يعيقهم. وأيضا نعمل على تفعيل دور الطلبة في الحياة المدرسية من خلال إشراكهم في مختلف الأنشطة والفعاليات، وبالأخص مجلس الطلبة الذي يعمل على بناء شخصية الطالب، شخصية قيادية قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات وحل المشكلات وترسيخ مبادئ الديمقراطية. ولا يقتصر دوري على ذلك فقط، بل التواصل مع أولياء الأمور من خلال مجلس الطلبة الذي يعمل بشكل كامل أو بشكل تكاملي مع المدرسة لرفع المستوى التعليمي والتربوي للطلبة. شكراً.